يومين كل ليلة نحكم جميعا يا رب يوم الميدي كل ليلة نستعده وقول يا رب يا رب انت جاي علينا. هذا الصوت صوت صارخ منكم لما ربنا يجي الليلة كلنا نصر بنفس القدر يا رب يا رب لأنه هو جاي. نصلي. إله القادر على كل شيء أبونا وإلهنا نحن أمامك اليوم ومنقول يا رب منرفع حنجرتنا وقلوبنا وأفكارنا وعيوننا ليك نصرك إليك يا يسوع لأن أنت موجود معنا أنت ما بعيد أنت معنا يا يسوع. شكرا شكرا من أجل الفرصة العظيم أنت منحتنا اليوم عشان نكون في حضرتك. شكرا من أجل الخيرات اللي تديتنا من خلال شهور وسنين والأيام والأسابيع. شكرا شكرا من أجل نعمتك أنت أنعمتها في حياتنا يا يسوع. شكرا بارك كل واحد جه قدامك. خلي مجدك يتجلى في هذا المكان، خلي قوتك يكون موجود في داخل كل قلب واحد، كل واحد موجود امامك، خلي يا يسوع نعمتك يغطي حياة كل واحد الموجود قدامك يا يسوع، والنارك الحارق يغطي هذا المكان يا ابونا السماوي الشايف وعارف كل شيء. شكرا شكرا لك من اجل حبك لنا، من اجل برنامجك نحونا، من اجل سعاده، من اجل سلام وامن وسعاده. يسوع شكرا شكرا بارك كل واحد جه قدامك باسم فادينا مخلصنا يسوع المسيح نصلي امين. اليوم يوم عظيم. اتينا جميعا في هذا المكان عشان نتعظم بقوة الله. عاوزين نشوف النهارده ترتيب تا يسوع المسيح نظامه في هذا الأرض. ربنا لما خلقك ما جدع كده قال لك خلاص امشي اعمل نظام خاص فينا في الحياة بتاعنا. في نظام بتاع البيت. أنا لما كنت صغير عمري أربع سنة مكايل كلوني وكان أخوي الكبير يعني زي فراين بالضبط لأن يعني إحنا نمشي مع بعض و الأخوي الأكبر مني أنا ما بخاف منه يعني عاوز يعمل حاجة بشيل منه عاوز يتحرك أنا بكون أنا قدامه أنا عاوز نشيل السلطة بتاعه أنا عاوز نشيل أي حاجة وعاوز أعمل ناس البيت أبي وأمي ما مبسوطين بحركة أنا قاعد نعمل لأخوي الكبير وحتى الجيران بتاعي جيراننا ما مبسوطين بعدين عمل مكيدة لي أنا عمل لي حاجة قال الجن الصغير ده من عدبه عشان يرجع يبدا اخوه الكبير مسؤوليه مش قطع اثنين يعني صوت جاب اثنين بعد ما قلت دي المعلوم كل واحد شال صوت ادى للثاني وادى للثاني جاب صوت فجا قال له خلاص جا نادونا انا بالاسم ونادى اخوه ده بالاسم قال لي تعالوا أنا عاوزكم نشوف ده من القوي ده من عند السلطة. أحنا نعمل شو؟ قال عاوزين في الشاكل أدى نصر وأدى أخوه صدر. قال البدر وأخوه لحد ما يبكي أو يجري السابق هو يشيل المسؤولية. فعلا قام عدلان قال لحد الثلاثة بدور. قال واحد واثنين للثلاثة أخوي ده صبغ اداني ثلاثة ورا بعض وأنا كنت جريت. شوف أنا لما جريت فوق الدار أنا خفت من أخوي لأن أخوي عنده قوة وعنده طاقة وشوف في حاجة غريبة أقول لما نمشي نلعب برا لما نطلع برا في الشارع بحميني
وكان أكبر مني الزملاء بتاعي مرة لما يحاول عشان يشافني هو بجيف ضده وأنا بكون سيف لكن من شدة احترام ليا كل شيء خليه لي في البيت مش عشان أنا بقدر أدبه بل إنما فضوع فالليل عاوزين نتكلم الترتيب الليل ربنا أحمده في حياة بتاعنا ربنا خدت أزول الكبير وخدت الصغير جاب الترتيب كده 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 وأنا في زمن ما احترمت الأكبر من ما بجد خضوع ليه فبما أنه هو عنده السلطة عندي إمكانية تحميني برا لكان كنت محارف فوروني أن أنت ما قاعد تحترم ده عنده صلاحية كبيرة بحميك برا وأنت معارف وحتى في البيت بخلي لك لأن شايفك أنت أخوه صغير وخلاني ده ترتيب ربنا عمله في حياتنا اليومية أو في البيت طيب بعد ما أنا عرفت الشيء ده حصل أنا بجيب خضوع لأخي العزيز أنا بجينا احترم بجينا نعمل عمل سويا وهو من الطيبة بتاعه من كل شيء هو ماشي بنفس القدر ما تغير لكن أنا تغيرت بجيب خضوع بجيب احترمه أمشي معه في نظام ربنا خلق لنا ككيان ربنا الترتيب في داخل البيت حسن عندنا أطفالنا we have children and we have men and women together they are at home and we have kids together we're sitting with them What the Bible say to us, الكتاب المقدس قال شنو لنا؟ قال شنو للزوجين وقال شنو للأطفال؟ إذا قرينا في ده نظام ربنا وضع لنا إذا قرينا في أفسس أصحاح 5 عدد 22 شوف النظام بتاع الزوجين عملوا كيف؟ قال أولا أيتها الزوجات أخضعنا لأزواجكن كما للرب فإن الزوج هو الرأس الزوجة كما أن النساء أيضا هو الرأس الكنيسة جسده وهو النفس المخلص للجسد فكما كانت الكنيسة قد أخضع للنساء فكذلك الزوجات أيضا لأزواجكن في كل شيء أيها الأزواج احبوا أزواجكم يعني ده نظام خطة في البيت قبل ما احنا نمشي للأطفال أولا المرأة ده نظام ده ترتيب البيت المرأة تخدع للرجل والرجل عليه يحب حبا جما يحب مرته شوف خضوع والمحبة ده ترتيب الله عمل لنا ده ترتيب في هذا الأرض بعد ما رتب النظام ده ان احنا نحب مع بعضنا بعض المرأة والرجل وبعد ذلك قال التربية لأطفالكم بكون تمام في أصحاح 6 قال أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرضا الرب فهذا هو الصواب أكرم أباك وأمك وهذه أول وصية مرتبطة بوعد لكي لا تلاقي الخير ويطول عمرك على الأرض ده للأولاد ده النظام أولادنا our kids can respect us, obey us, all our children. That is written in our Bible. We need all our kids to obey the parents. تحترم الوالدين. بعدين جاك قال لنا احنا الوالدين. الوالدين ادانا برضه وصيه لنيالنا. They give us authority. How can we raise our children? كيف نحن نربي يعني؟ How? وهنا قال شنو؟ وأنتم أيها الآباء
لا تثير غضب أولادكم وإنما ربيهم بالتأديب الرب. شوف بالتأديب الرب. إذا أدبناهم بالشغل بتاع ربنا أو التعليم بتاع ربنا بمعنى إيه؟ بحترمونا. نحن كأسرة مسيحية بنربي عيالنا تربية مسيحية. ده النظام جاي من فوق. يا أحلى يسوع المسيح، يا أسرة المسيح. ده كلام ما جاي من أي إنسان. جاء من الزوجين يحبوا مع بعضهم البعض، وبعد ده جاء جبنا عيال. نحن عيال بيحبونا ونحن نربيهم تربية مسيحية. تربية مسيحية أكيدة، ده النظام جاي من فوق ونحن نخضع. السلطة جاي من فوق وكلمة جاي من فوق، نحن عليه نحترمه ونمشي فيه. بعدين في رومية 13 قرينا جبين قال على كل نفس أن تخضع للسلطات الحاكمة. نحن عايزين بدينا طبعا النظام بدا من البيت ويان خلت طلعنا في الدنيا. الحكومه اللي هسه عامل عامل برنامج وعامل كل ترتيب لنا نحن لتنظيم الحياه بتاعنا لترتيب حياتنا. قال نحن نحترمه نخضع احترام. فالسلطة إلا قال فلا السلطة إلا من عند الله. ونحن كلنا نعرف أي برنامج الحكومة قاعدة عمله ما منهم، بل إنما ده ترتيب من فوق، ترتيب من ربنا. فعلينا كشعب الله نحترم القوانين. أنت اللي بتحترم القانون بتعيش عزيزا مكرما. ما في أي all of us, if you respect the law, if you respect what the governor or government did for us, because he did for good for all of us, we have to respect what he telling us every single day. We have to follow the way what government said, because this is come from above. Anything anything the government say, we have to respect it. Authority is come from above. شوف من عند الله أي سلطة جاء من فوق، من ترتيب جاء من فوق. حتى إن من يقاوم السلطة يقاوم ترتيب الله. إذا نحن قاومنا القوانين بتاع حكومة وترتيب، يعني بديئا من البيت وانت طلعت الشارع ولقيت كل شيء موجود في الشارع واحترمته، انت في امان، انت في مجد ربنا. ونحن نتعلم من اليوم، نبدا من البيت. اولادك اولا الوالدين يحبوا مع بعضهم البعض، الخضوع والمحبه يكون في البيت، ونعلم اولادنا، واولادنا بعد التعليم لاولادنا، اولادنا بحبنا. بعد ذلك نحن نمشي في نطلع برا. بعد ذلك قابلنا السلطه او ترتيب الله ختل الحكومه تاني نحترمه، لان طلعنا من البيت وطلعنا الشارع وبقينا من العالم. والعالم اللي ما عارفين ربنا ما بحترم القانون، بكون عايشين في عربته، بكون عايشين في المذله، ما في راحه. بل انت وانا العارفين يسوع المسيح وتربينا التربيه المسيحيه بنحترم القانون، بنحترم اي حاجه الجاي من الحكومه. فان الحكام لا يخافهم من يفعل الصلاح بل من يفعل الشر. لان انت عملت كويس، انت بتشوف بوليس في الشارع انت بتكون امن، ما بتخاف، لان انت عامل كويس، انت ماشي. ما في أي حاجة بخليك أنه يمسك القلق. أنت نايم في البيت نايم مرتاح، لأن في قوة الموجود بحافظك. القوة الموجود أنت قاعد تحترمه دائما هو موجود بحافظك في البيت. بوليس ما بحافظك،
بل إن ربنا الوضع النظام التجولي والآمن حياتك. قال شنو؟ فإن الحكام لا يخافهم من يفعل الصلاة بل من يفعل الشر فتراك غض. إذا في أن تكون غير خائف. أي زبان أو ماما ربنا بخاف من بوليس، بخاف من أي قاضي، بخاف من أي ظلم، لكن أنت جن ربنا ما في خوف. عامل ما هو صالح فتكون ممدوحا عندها. احنا عامل كلنا نعمل عمل كويس لان ده الرساله بولس كتبه لاهل روميا وضح لهم كل شيء. الناس كان ماشيين في عربته ماشيين بطريق ما كويس، قال لهم يا شعب الله يا شعب المسيح انت امسك الشروط بتاع ربنا، امسك القانون الجاي من فوق، بعدين تجد حياه كويس، حياه مبارك، حياه مقدس، حياه فيه خير، حياه فيه سلام، حياه فيه امن وسعاده. لان اي انسان بخالف تعليم بتاع ربنا وعايش مذبذب. بعدين اربع قال لان خادم الله لك لاجل الخير، اما ان كنت تعمل الشر فخف. لان اي انسان ده رجل الحكومه، الحكومه ما دام هو الترتيب من الله لان ده بخدم الله. كل حكومه اللي بيشتغل بعمل لنا شوف كهرباء مويه ومدارس وكده لحاجه كويس، نحن ما علينا نحن نحترمه. لان قال الحكومه لما يمشي ضد اي واحد لازم تعرف ان الانسان ده ما كويس ما ماشي كويس. عشان كده الكتاب هنا بيقول لأن السلطة لا تحمل سيف عبثا إذ إنها خادمة لله. الحكم الجاي من فوق ده ما جاي ساير لخدمة الله، وهي التي تنتقل لغضبه ممن يفعل الشر. الإنسان اللي بيفعل الشر هو طبعا حكمه معروف هيحط في مكان ثاني، ولكن الزول اللي بعمل كويس بكون في مكان امن ومبارك في كل ترتيب ربنا. حتى جاب لنا مثل بتاع الضرايب وده كل ترتيب من ربنا. فاليوم اظن نشوف كالشعب ربنا، انتم يا ربنا، انا جانا الرب وانتم يا ربنا، هل نحن اتفقنا في البيت عشان نربي يالنا، او هل نحن متفقين سويا انا وزوجتي متفقين، انتم وازواجهن متفقين؟ ده اذا ما حصل في بيوتكم الجواب قول ما دام كتاب عمل ترتيب ده في البيت ليه؟ انا دائما بقوم في البيت بعمل حاجه ما كويس ليالي، بعمل حاجه ما كويس لزوجتي او للزوجه بتاعتي، ليه؟ كده نمشي على حسب ترتيب الكتاب المقدس اللي بعلمنا كل يوم. الكتاب المقدس برشدنا كل دقيقه انه نحن نتبع الكلام ده اليوم والليل. انا وانتم نتبع، نبدا من البيت ونبدا لاطفالنا ونطلع بالشارع. بعدك بنشوف حياتك جنه، انت عايش في اولادك فرحان، زوجتك ولا زوجي لما يكون في الشارع في محل ثاني في البيت يقول لي زوجتي جاي 200 كما تتاخر ده المحبه. ولما يجي في البيت بتكمل الحياه الكويس. والجنب لما يكون في حته ثانيه وعشان انت بتحب الجنب بتاعك والجنب بيحبك، انت لما يتاخر يكون في محل ثاني وما يعرف ثاني حد ويكون في قلق لأن أنت بتحب الجنة، ولأن الجنة بيحبك. وإذا في مشاكل في البيت، إذا الثاني مش تأخر في المحل، أنت بتكون عايش ساجد ولا عندك أي فكر ما له تأخر وليه وكده، ما بتكون عندك. لأن في مرض في البيت، إحنا عاوزين الأمراض الموجودة في بين الطلاب بوش لأنه بعيد، كل واحد يطلع أي حاجة
ربنا ما رتبه يقدر بعيد. أنا ربنا رتب لنا كل شيء، المحبة وخضوع احترام الريال ويردون تنبيه المسيحية وريال يحترمونا بالترتيب جاي من فوق. بعد ما نطلع في الشارع نحترم الحكومة، وده كله جاي من ربنا. أي اللي ممكن ترجع تقرا تتمعن أكثر فأكثر لما ترجع في البيوت، أقرأ عشان نشيل الشروط أو الشريعة بتاع ربنا نطبقه في بيوتنا ونطبقه في شارع ونطبقه في أي مكان، في شغل أي مكان، لأن الكلمة دائما جديدة. أنت قريت الليل وسمعت الليل وبكرة بكون جديد، وبعد شوية بكون جديد، بعد 10 سنة بكون جديد. أي زمن كلمة ربنا ما بكون بطال. أمين؟ إله القادر على كل شيء. أبونا شكراً، شكراً لك من أجل تعليمك حسن. أنت بتعلمنا يا رب. خلي روحك القدس يثبت لنا كلمات نحن بنسمعها كل يوم، أنه نحن نخضع للسلطات الموجود في العالم. نحن نحب مع بعضنا البعض في البيت. الرجل والمرأة يكون عنده محبة كامل لأن ده النظام بتاعك. ونحن نحب يالنا والأطفال بتاعنا يحبونا بعد ذاك، ونربيهم تربية التربية بتاع يسوع. بعد ذاك نطلع في الشارع نطبق ده في الشارع أيضا يا رب. فثبت قلوبنا، خلينا نحترم الشريعة اللي أنت اديتنا وكل اللي أنت أمرتنا عشان نعمله في هذا الأرض. يا ليت روحك القدس يلمس قلوبنا وأفكارنا إلى مدينة باسم فعلينا. Thank you.